مرحبا، شفت خبز المخابز الأوروبي الفرنسي؟ عملنا عنه شورت، ولكن المرة هذه هنعمل إشي مرتب مرتب مرتب، إشي خطير جدا على أكثر من نوع. صرت أشوف أكثر من خلطة، يعني طحين معين. عندي هان نوعين طحين، عندي طحين إحنا بنقول عنه أسود، ولكن هو نوعية طحين بيولوجيكال بيقولوا عنه في أوروبا، طبيعي مش معدل جينيا. وعندي كمان طحين أبيض برضك بيولوجيكال طبيعي. راح نحط شوية من هان وشوية من هان حسب ما انتو بتحبوا يعني. طبعا انا حطيت الخميرة وحطيت المية الدافية وحركتها. الاسود تقريبا زي الخيمة. بقى راح احط شوية ملح على الطحين وراح اخلطها، راح اعجنها شوي هيك. خلطتها وظبطتها، راح احطها في مكان دافي ساعة او 45 دقيقة. هي بتاخذ ساعة تقريبا معايا، لانه نوعية الطحين بتختلف عن النوعيات اللي انا استعملتها قبل هيك. يلا طلعوا العجينة كيف صارت عنا، ضاعف حجمها، امورها تمام. تعالوا نعمل نوعين خبز. بخلي العجنتين، انا قسمت عجنتين، قسمتهم بنفس الطول، بدي اخليهن التنتين بنفس الطول. هلق انا عندي اشي يعني على اشي للشغل، يعني طنجرة صغيرة للشغل مخصوص للفرن. راح احط شوية زيت، شوية زيت هريحن شوي، طبب كريات هريحن شوية، بعدين هنحط نوعين على الفرن. حامي الفرن محميه. على الفرن أمورها تمام، خليها هيك ساعة في الفرن على النار هادية على 150 أو 160. تعالوا نشوف الخبز ايش صار فيه. تعالوا نجرب الخبز. خطير جدا جدا. طبعا الأطراف لازم تكون كرانشي، من الوسط هتكون خفيفة، ولكن هو فلافي. ها خبز محترم، هذا الخبز الأوروبي. بالنسبة للكريات، طبعا الكريات هيك بتتاكل، شايفين؟ كل يوم بعمل طريقة خبز. أنا ما بشتريش الخبز من برا، بعمل البيتا، بعمل الخبز هذا، بعمل برضو الصاج. انا بعمل في البيت يعني طبيعة، يعني ايش انا باكل بعمل. مثلا انا بدي اكل كبدة بعمل صاج، بدي اكل كذا بعمل كذا. خبز البيت ولا يعلى عليه. صح وعافية.